اللائحه الاسترشاديه، امور كلها كنا عارفينها خلال الفترات السابقه، لكن عايزين نطمن على لائحه النظام الاساسي واللي تم اعدادها مؤخرا، وكمان التواصل مع الاعضاء فيما يخص المقترحات اللي بيقدموها اعضاء النادي الاهلي المختلف. طبعا اولا يعني سيبني بس اقول عايد على اعضاء الجمعيه اتفضل. العموميه النادي الاهلي مع النادي الاهلي كل سنه وهم طيبين، بعيد الاضحى المبارك وجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله يا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات وفي اعياد على طول. ان شاء الله. فبنقول بس كل سنه وهم طيبين، واتمنى على مستوى ثلاث فروع، انا كنت سامع التقرير اللي انت مقدمه، اتمنى على مستوى ثلاث فروع سواء مدينه نصر او الجزيره او الشيخ زايد ينول رضا الاعضاء وابناء الاعضاء أكيد إن شبابنا شاء الله. اللي هم يبقوا موجودين معانا في النادي، واحنا الحمد لله مركزين كويس قوي قوي على اطفالنا وعلى شبابنا وعلى رواد النادي الاهلي، اللي هم نوفر لهم الامكانيات ونوفر لهم البرنامج اللي هو فعلا يجي النادي الاهلي يبقى موجود في النادي ويقضي العيد في النادي زي شم النسيم زي عيد الفطر. الحمد لله رب العالمين، متهيألي كان في نوعا ما نوع من الرضا من اعضاء الجمعيه العموميه على البرامج اللي بتقدم اداره الانديه، وبرضه هنتخذ الفرصه اوجه الشكر لاخويا الكبير سيد اللواء حسن مسعود واخويا سيد اللواء الفيشاوي واخويا خالد مرسي على المجهود اللي بيبذلوه، وكل الاداره التنفيذيه بالعاملين في النادي بالادارات اللي موجوده كلها، كله بيبذل اقصى جهد عشان خاطر اعضاء الجمعيه العموميه وعائله النادي الاهلي. اكيد كل سنه وهم طيبين. حضرتك طيب. الحاجه الثانيه لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. طبعا احنا مجلس اداره النادي من ساعة ما استلمنا الحمد لله شغالين في كل الملفات وشغالين على مستوى الحمد لله مرضي، والحمد لله ماشيين بخطوات ثابتة. أكيد مشروع لائحة النظام الأساسي ده لائحة النادي الأهلي اللي احنا بنرجو وبنتمنى المشاركة الأكبر لأعضاء الجمعية العمومية إن شاء الله. أكيد تحديد، وزي ما أنت عندك الشعار بتاع النادي أعضاء النادي الأهلي يقررون تقبلوا، وهي طبعا دي كلمة حقيقية، لأن في تصميم من رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة اللي يكون في مشاركة حقيقية في اللائحة، كل عائلة النادي الأهلي تشارك معانا، ما فيش حاجة اسمها احنا نزلنا لائحة عشان خاطر احنا هندافع عنها أو حد يخش في جدال، لا احنا بنقول النهاردة احنا بننزل مشروع لائحة، طرحنا هذا المشروع بعد اللجنة الأساسية اللي برئاسة المستشار محمود فهمي وله كل الشكر، ومجلس الإدارة في الجلسة اللي فاتت قرر توجيه جزيل الشكر على المجهود اللي المستشار محمود فهمي وأعضاء اللجنة بذلوه، وطرحنا مشروع لائحة النظام الأساسي على أعضاء النادي الأهلي. تمام. وعملنا الميل الخاص بالنادي الاهلي اللي هو شارك برايك اقتراحاتك، وصلنا لغايه النهارده في خلال 72 ساعه 102 اقتراح و18 استفسار، ودي حاجه اتعلمت. ده عدد جيد جدا، عدد مميز جدا طبعا. تواصل مهم قوي اكيد مع اعضاء النادي الاهلي. ومن خلالك انا بناشد عائله النادي الاهلي ارجوكم ابعتوا اقتراحاتكم، انا متابعين على السوشيال ميديا، في اقتراحات بتتقال على السوشيال ميديا لو سمحت ابعتوها على الميل. ابعتها على الميل، وان شاء الله بعد العيد هيتوفر ثلاث اماكن في الثلاث فروع ان شاء الله باذن الله سواء الجزيره او مدينه نصر الشيخ زايد لاستقبال كافه الاقتراحات مكتوبه من الاعضاء، وممكن تسلم في السكرتاريه، لكن السوشيال ميديا لوحدها مش هتقدر توصل. انا ال 102 اقتراح النهارده كان في اجتماع لجنه مركزيه برئاسه كابتن محمود الخطيب والمستشار محمود فهمي ودكتور سعد شلبي واستاذ محمد فتحي الشؤون القانونيه، واحنا كنا موجودين بصفه الجهود التنفيذي، واكتشفنا ان النهارده ال 102 اقتراح اللي وصلوا رسميا على الميل كان في جدال حوالين اربع مواد، الاربع مواد دول الاقتراحات دي كلها اتحولت للجنه المركزيه، الاربع مواد دول كانت الماده 33 الخاصه بالهيئات القضائيه والجهات القضائيه. تمام. كانت الماده اضافوا ماده، في ماده جديده عشان خاطر اضافه ماده خاصه بلجنه التظلمات، يبقى في لجنه موجود لجنه التظلمات. تمام. تحديد للجزاءات وجعل قرار الاسقاط بيد الجمعيه العموميه، في مواد كتير، انا عايز بس اوصل للناس ان في مواد كتير النهارده اما جت الاقتراحات على الميل الرسمي اتدرست النهارده وتحولت بالفعل على طول، يعني تدرس على طول ما بتقعدش لسه شويه عبال ما تجمعوا كل الاقتراحات، لا يعني اي اقتراح بيجي بيتم دراسته عشان يتم عرضه سواء الموافقه او الرفض عنه. انا عايز اقول لك اللي يعني الناس هتلاقي فعلا ان في تفاعل للاقتراحات دي، وهيبقى في تعديل فعلا، وهنقول هنعلن كتير بكره او بعده على تعديلات المواد، وفي انتظار يا جماعه اقتراحاتكم، انتظار مشاركتكم. اللي يقول النهارده اللي احنا منزلين اللائحه دي وفي لائحه ثانيه ده راجل بيضلل الراي العام للجمعيه العموميه، رئيس النادي مصمم على نجاح برنامج عائله الاهلي ومصمم على مشاركه عائله الاهلي بالفعل. ان شاء الله لو بكلمه لو بحرف، طالما هذه الكلمه او الحرف مطابقه لمبادئ وقيم النادي الاهلي، متوافقه مع القانون الرياضي الجديد، متوافقه مع النطاق الاولمبي، احنا مش هنتاخر. الدكتور محمود فهمي رئيس اللجنه والدكتور سعد شلبي والاستاذ محمد فتحي واعضاء اللجنه النائب
رئيس مجلس الاداره العامري فاروق والاستاذ ابراهيم الكفراوي وطارق قنديل والجرح، كل اعضاء اللجنه وكل اعضاء مجلس الاداره فعلا منتظرين تفاعل بالكامل من اعضاء الجمعيه العموميه، عشان خاطر في الاخر احنا فاتحين الاقتراحات لغايه يوم 9/9 ان شاء الله باذن الله. تمام. بعديها دي هيبقى في لجنه اسمها لجنه صياغه اللائحه، عشان برضه الناس اللي بتقول الصياغه، لا في لجنه اسمها لجنه صياغه اللائحه. احنا ماشيين بالمراحل بالترتيب مظبوط جدا جدا، مش عايز حد يقلق. في ورش عمل هتبدا تتعمل ان شاء الله باذن الله عقد انتهاء اجازه عيد الاضحى المبارك ان شاء الله. في لقاءات موجوده، هيبقى في شخصيات عامه موجوده، في دعوه عامه لاعضاء مجلس الاداره السابقين بالكامل اللي هم يشرفونا ويخشوا ويقولوا على اقتراحاتهم معانا، وان شاء الله نستفيد من اقتراحاتهم اللي موجوده. فيها هيبقى موجود شخصيات عامه اقتصاديه زي الدكتور فاروق العقده طبعا، اللي هو مشارك اساسي في الاستثمار في اللائحه بتاعتنا وبند الاستثمار، وده الدكتور عقده طبعا في مواقمه. يعني عايز اقول للناس اطمنوا، احنا فعلا بنتكلم بمنتهى الشفافيه، بنتكلم اللي احنا عايزينكم تشاركوا معانا، لو في حاجات موجوده للائحه للنقاش احنا فعلا قاصدين ان انتوا لازم تناقشونا، وقاصدين ان انتوا تقولوا رايكم. مفيش حاجه الزام على حد، طالما اقتراح هرجع اقول تاني يتناسب مع مبادئ النادي الاهلي، يتناسب مع قانون الرياضه الجديد، احنا مش هنتاخر فيه. واللجنه المركزيه شغاله فعلا على مدار 24 ساعه، الميلات اللي بتوصل كلها احنا بنرحب بيها. انا بقول لك 102 ميل عايزهم يزيدوا، احنا 140,000 عضويه، ده هيزيدوا اكيد. اتمنى فعلا ان هم يزيدوا بالفعل، وربنا يوفق الجميع باذن الله. لو هو تواصل الاعضاء في حد ذاته يا محمد بيه يعني يدل على الوعي الكامل عند اعضاء النادي الاهلي على ضروره واهميه ان يكون في لائحه للنظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. ده شيء مهم ومميز جدا، الاعضاء نفسهم يعني حريصين بكل قوه ان هم يقولوا ارائهم. وشيء مميز كمان من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، ما اكتفاش بس ان هو يجيب حد يعد لائحه خاصه بالنظام الاساسي وبعد كده تتعرض على اعضاء النادي الاهلي، لا، كانت المناقشه شيء ضروري ومميز جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب في التشاور واشتراك الاعضاء في اختيار اللائحه الخاصه بنظام النادي الاهلي الاساسي. خلينا نتفق يا امير، الهدف الاساسي من عمل اللجنه من يوم اما مجلس الاداره اختار اللجنه برئاسه المستشار محمود فهمي، كان هدفها الاساسي الوصول لافضل لائحه اساسيه للنادي الاهلي. بالظبط. تعيش معانا وتعيش معانا لفتره كويسه من الزمن. ثاني حاجه، عايزين يبقى في احساس حقيقي بملكيه العضو نفسه لهذه اللائحه. لازم يبقى في مشاركه فعاله، ان شاء الله لو بحرف، ان شاء الله لو بتعديل، لازم يبقى في مشاركه ويبقى عندك احساس ان انت شاركت في صنع لائحتك. بالظبط. الحاجه الثالثه، احنا بنفعل فعلا شعار تاريخ مبادئ تطوير، اللي هو ده اصلا اللي احنا طول عمرنا في النادي الاهلي متربيين عليه. الناس اللي بتبحث عن مبادئ النادي الاهلي بتقول لهم يا جماعه مبادئ النادي الاهلي موجوده، الحمد لله رب العالمين، بنحافظ عليها في الوقت دوت وبنحافظ عليها بكل قوه، لان هي دي اللي بتعمل التراث للنادي الاهلي. عايزين دايما نقول ان النادي الاهلي بنرسخ الرياده في النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما هو الرائد في المشاركه بتاعته، دايما هو اللي هيبقى عنده اكبر لائحه، اكبر جمعيه عموميه غير عاديه بتقرر مصيره يوم 28 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. يعني الاهداف الاساسيه للائحه وان شاء الله شغالين عليها، وهرجع اقول تاني النهارده انا بعلن، انت اول واحد النهارده موجود، وهنعلن بعد كده في الموقع الرسمي النسخ المطبوعه لمشروع اللائحه. تمام. عشان خاطر الناس ما تقولش اللائحه ده مشروع، اللائحه النظام الاساسي موجوده على مستوى الثلاث فروع من الساعه 10 صباحا للساعه 10 مساء. اي عضو جمعيه عموميه احنا سعداء اللي هو يجي وياخد النسخه، وموجود في النسخه دي في الاخر خالص في 6 صفحات فاضيين موجودين، عشان خاطر تكتب رقم الماده وتكتب التعديل المقترح وحضرتك تقدمه لنا. ثاني، هناخد بالتعديل وهندرسه، لجنه موجوده لدراسه هذا التعديل، عندنا لغايه يوم 9/9 لو سمحت شاركوا بمقترحاتكم لغايه يوم 9/9 ان شاء الله، عشان يوم 28 يبقى فعلا يوم عرس حقيقي للنادي الاهلي اللي هو بيقرر رائحته باذن الله اللي بتحدد مستقبل النادي الاهلي. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا عميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وقال لنا خبر مهم جدا وفيما يخص لائحه النظام الاساسي بالنسبه